السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في برنامج اصنعها بيدك. معكم في حلقة جديدة إن شاء الله حنتعلموا فيها شغل جديد ممكن نحن نستفيد به، أو يعني يكون شيء جميل في أيام رمضان. نبدأ معكم أول شيء بالمواد. حنحتاجوا طارة نوعين، حجمين، يعني حجم متوسط وحجم صغير. نحتاج لخيط لانة، نحتاج تول، نحتاج للزينة ورد قماش جاهز ألوان مختلفة، نحتاج أيضا بعض الخيوط للزينة ومقص و سيليكون. هنبدأ بصناعة أول شيء كرات من اللانة. نلفها على صباعي ثلاثة. كل ما تكون عدد لفات أكتر تكون حشوة الكرة معبية أكتر. طبعا الالوان، اختيار الالوان متروك لكم، انا افضل ديما يكون في تدرج للالوان. نسحب هيك، نخليه على نفس الشكل، نجي في المنتصف نربط بنفس الخيط، العقدة تكون يعني يكون مغنوط الخيط باش بعدين ينفلتش مني. نعود نلف من جديد، نحاول ان هي تكون في المنتصف. نبدأ نقص فيها من الجناب، نساوي بعدين المقطع الزائد. نديروا منها عدة ألوان ويكونوا أحجام مختلفة. خلوها هذه بعدين للزينة. نجو أول شيء للطارة. الصغيرة تكون مايلة على الجهة اليمين باش يكون عندنا الشكل زي الهلال. نلصقها بالسيليكون، حاول أنا نثبتها من الجناب. نجي بعدين ناخذ التول نديرها عليه على حجمه ونقص الزائد. نفس الشيء نثبته بالسيليكون. لا
توا ندخلوا الكرات اللي احنا صنعناهم بالأحجام المختلفة والألوان المختلفة. الورد نفس الشيء، عدة ألوان وأشكال. طبعا زينة هي الأمر متروك لكم، تبوش تدخلوا الورد، تبوه تخلوه كله هيك عادي. دور شيء ندخلها بالخيط والإبرة. نبدأ بعدين نجو توا بعد ما ثبتنا السيليكون هنا على حاشية الدائرة الصغيرة، نقص الطول هدايا الداخلي باش نلغوه. التزيين طبعا زي ما قلنا حسب الرغبة، تبي تعبيها تبي تخلي جزء فارغ زي ما انتي تحبي. بهي نجو بعدين عندي الزينة هي الشناشيب، نبي ندخلها بحيث اننا نربطها، ندخلها من التول وبنخليها نازلة من هنا. نجيب بعدين النهاية وندخلها فيها. الطريقة هي ننزل بعدين من هي من تحت من هنايا، بنجيب خيوط اللانة، بنجيب خيوط الزينة اللي تكلمنا عليهم في بداية الحلقة، الألوان اللي تعجبكم، الأشكال اللي تحبوها. La la la.
نقصه بعدين نهاية الخيط النهاية، يعني بحيث يكون طول متساوي. الشكل النهائي للعمل اللي درناه تقدروا انتوا حسب رغبتكم الالوان وعدد الخيوط والطول، هذا واحد من الاشكال. بالنسبة للناس اللي تحب العمل البسيط جهزنا احنا عمل تاني ما فيش هلبة شغل، استخدمنا فيه الخيش والجبير وخيوط تانية، يعني عمل اسهل من الاول. بهيك إن شاء الله نكون اختتمنا حلقة اليوم، نلقاكم بحول الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. La 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 la